تألق مذهل في جعفر العمدة، وكذلك في عملة نادرة، بس في جعفر العمدة موتني. منور وكل سنة وانت طيب ورمضان كريم. السلام عليكم. استاذ احمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا لما قالوا لي رحنا مع الاستاذ الحسيني، مع الاستاذ الحسيني، انا يعني من غير استاذ. هو ليه بتقول لي يا استاذ؟ انا عملت لك ايه؟ عشان انت حبيبي. عشان انت حبيبي اكتر، يبقى مفيش استاذ بقى ما بين الحبايب. ارجوك يا حبيبي، يا حبيبي كل سنه وانت طيب. انت طيب وسعاده، وكل مشاهدينك ومتابعينك بخير وسعاده، ويا رب على طول فرحانين ومبسوطين. مبسوط جدا اني معاك انا اكتر، وفي البرنامج الجميل اللي انا من متابعينه. يا رب يكرمك ويخليك، احنا اللي مبسوطين بيك. كل سنه وحضرتك طيب وبخير وسعاده. لو حضرتك عايز تطلع فاصل، انا زي ما حضرتك بتقول انا مع حضرتك. لا لا، انا مش هطلع فاصل، ده عمال يقول يلا يوسف هنختم. قلت له والله ما انا خاتم غير لما اتكلم الاول مع احمد فهيم، لانه قتلني في جعفر العمده، موتني حبيب. بجد مش هزار، يعني سيد ده مذهل يا حبيبي، مذهل والله العظيم مذهل. ليه؟ لانه قدمت لنا كلنا كوميديا مصري بامتياز واقتدار، ولا فيها ولا اسفاف. يعني لما تقعد تتكلم مع العيله في البيت، مدام هلا صدقي وكل اللي موجودين بقى، وكلهم ان هم اخت فتوح وبنت فتوح مش عارف اللي حماكي فتوح، فتقول لك طب ما انت برضو خالك فتوح، تقول لا بس اصله حماكك وحماك انت كمان، قال لك اه. كل حاجه عملتها حلوه، كوميديا مذهله، مفيش اي اسفاف، مفيش اي حاجه، يعني ما تكعبلتش مثلا، انت كل القصه رياكشنات وكلمتين، مش ممكن، مفيش حد بيعمل كده دلوقتي. الحمد لله والله العظيم. الحمد لله استاذ، ده احنا اللي بنشكرك بجد. يعني الكوميديا بس، انا كان من وجهه نظر ان الكوميديا مش افهمت على قد ما هي استخدام الممثل لادواته اللي هو بيمتلكها. زي تعبيرات يوسفي، زي البادي لانجوج بتاع الممثل. انا من زمان كنت اشوف الناس بتقول عايزين نقول افيه هنا، وعايزين نقول افيه هنا، وعايزين نقول افيه هنا، ما كنتش بحب كده. كنت بحس ان الكوميديا مش كده، الكوميديا مش كلمه اقولها قاصد بيها اضحك حد، انا اقول الكلام اللي في الورق بطريقتي انا. ايوه، ومن خلالي المشاهد هيضحك بطريقتي، وطريقه ارقائي للكلام، وطريقه تعبيراتي، وطريقه الحركه بتاعتي. والحمد لله اخيرا بعد، يعني بعد مجهود وبعد عمر طويل، قدرت اعمل الحاجه اللي في دماغي، وقدرت اعمل الكوميديا اللي في دماغي، اللي هي مفاتيح الحياه، اللي هي من الورق. والفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع طبعا للاستاذ محمد سامي، الكتابه الهايله، ويا رب نكون على قد الرؤيه بتاعت الاستاذ محمد سامي. محمد جميل يعني. طيب بالمناسبه، اما تقعد تقول لي بعد العمر الطويل، يا باشا انت اصغر مني في السن، فما تقولش بعد عمر طويل. يا باشا انت 45 يا باشا. لا يا باشا، انا مش عايز اقول، بس انا لما تتفرج 46 نمشيها، نمشيها 46 يعني. لا طيب 46 47. ها لا، انا بالظبط انا مواليد 6/10/73، ماشي. يوم الحرب، يوم حرب 6. الله اكبر، الله اكبر. حلو، يعني احنا تقريبا قد بعض، احنا الفرق ما بيننا سنه ونص، ما كملوش سنتين. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم، وديت لنا كوميديا مصري 100%، مش كوميديا إفيهات أمريكاني، ولا كوميديا إفيهات أوروبي، كوميديا بتاعت المصريين، اللي هو صاحبك وهو بيتكلم انت بتبقى ميت على روحك من الضحك من غير ما يقول إفيه واحد. اللي عملته دخل كل بيت وأسعدنا جميعا. تألق في جعفر العمدة، وأيضا تألق الحقيقة في عملة نادرة. نورتني وشرفتني، وبجد بجد بجد كل التوفيق، وأتمنى أشوفك جدا قريب، نعمل سهرة لطيفة كده ونقعد نسقط، والله ممكن نعيد سوا. أشكرك جدا فناننا ونجمنا أحمد فهيم، وده حاجة من الحاجات الحلوة اللي الواحد يختم بيها الحلقة، إنه نقدر نشوف كوميديا مصري 100%، مش إفيه، مش حركة، فن. ده كان أحمد فهيم الحقيقة.